السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا لسه خارج دلوقتي من الامتحان ونجحت الحمد لله. يعني مش كله يعني هي كله أبوف تارجت ما عدا الكلوزنج الحمد لله. الشكر لله. حابب أشكر مهندس إيهاب جدا لدعمه ليا ووقف معايا. أنا كنت مأجل الامتحان بعد كده بس هو أصر إن أنا أقدمه في المعادي يعني وأتوكل على الله. هو كان فعلا نعمة العون يعني. وأتمنى كل الناس اللي هم الكوتشنج يبقوا زيه. ما كانش حد غلب بصراحة، كل الناس نجحت يعني. وحابب كمان أشكر زمايلي في التيم، المهندس أحمد عادل، المهندس معتز الأمير، والمهندس محمد سنجاب كان دايما بيتواصل معايا زي المهندس إيهاب كده وبيشجعني بعد ما نجح. ربنا يبارك لكم كلكم. أتمنى لكل اللي لسه ما خدش التجربة إن هو يكمل على خير، وإن شاء الله بالتوفيق. الموضوع مش صعب. أنا أكتر واحد كنت خايف إن أنا ما عديش يعني، بس الحمد لله الأمور عدت على خير يعني. ربنا يوفقكم جميعا. وشكرا تاني مستر إيهاب، وإن شاء الله نتقابل في الريسك مانجمنت إن شاء الله.